مادة مستحيلة لما كانت مادة مستحيلة، ماذا يعني ذلك؟ أنها قد خرجت عن عنوان اسم الآر الذي هو كما يقال العنوان العام المجوز، ماذا؟ المجوز للسدود على الأشياء. فيقول الشارح: لولا وجود النص هذه القضية لكان ماذا؟ لكان هذا الإيراد ماذا؟ متجه، يعني له وجه وله ماذا؟ له قيمة علمية في المقام. قال: وهذا الإيراد الذي هو الشبهة التي أشرنا إليها متجه لولا خروج القرطاسي بالنص الصحيح، هذا أولا، وعمل الأصحاب أيضا به، عمل الأصحاب به، وما دفع به الإشكال غير واضح. يعني المصنف عندما أشار إلى ماذا؟ إلى أنه في نفسه شيء من القرطاس، ماذا قال؟ قال: إلا أن نقول ماذا؟ أراد ماذا؟ أن يتخلص من هذه الشبهة التي علقت في نفسه والتي لا زالت عالقة في نفسه. فيقول: وما دفع، يعني وما دفع به المصنف الإشكال، وما دفع به المصنف الإشكال غير واضح، غير واضح. كيف دفع المصنف؟ المصنف دفعه بعدة أمور، وأنها يعني الأغلبية، عودة ماذا؟ عودة الاسم. فيقول: فإن أغلبية المسوغ، هذا الشيء الذي يسوغ يعني اللي هو جوهر القرطاس، هذا أغلبية المسوغ لا يكفي مع امتزاجه بغيره، مع امتزاجه بغيره لا يكفي، وانبساط أجزائهما بحيث لا يمكن أن يتميز جزء عن جزء، لا يتميز. هذه حجته الأولى، هذا دفعه الأول، دفع يعني كقول الشهيد الأول لما أراد دفع هذه المشكلة العالقة في نفسه، هذه الشبهة بأن أغلبية جوهر القرطاس، يقال له هذا الكلام ليس صحيحا، لأن الأغلبية، أغلبية الشيء المسوغ الذي هو جوهر القرطاس لا يكفي مع كونه ممتزجا بغيره، وانبساط أجزاء ذلك الغير بطريقة لا يتميز جزء عن جزء عن جزء، هذا أولا. وثانيا، وكون هذا رد على الجسم الدفع الأول، ورد على الدفع الثاني، وكون جمود النوراء يرد إليها اسم الأرض في غاية الله. أساسا هي النوراء بالإحراق تحولت من أرضين إلى ماذا؟ إلى مادة مستحيل. ثم بعد ذلك تقول: والله عندما تنجمد ترجع أرضا. هذا أمر ماذا؟ هذا أمر غاية ماذا؟ غاية في الضعف. وعلى قوله رحمه الله، حتى بالنسبة بناء على ما أشار، بناء على ما أشار، وعلى قوله، طبعا هو أراد يبين ماذا؟ أراد أن يبين لازم باطل على بناء على هذا القول. وعلى قوله رحمه الله: لو شك في جنس المتخذ منه كما هو الآن، هذه الحالة شك كما هو الأغلب لم يصح السجود عليه، لم يصح. لو شك في القرطاس المأخوذ منه باعتبار أنه القضية تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى حصول ماذا؟ حصول الشرط. فإذا شككنا في جنس المتخذ منه، لا ندري هذا القرطاس من أي شيء، بناء على هذا باعتبار أنه لو كانت القضية تدور مدار ماذا؟ مدار أن يكون هذا الأمر من المادة الفلانية، والمادة الفلانية إذا رجعت، إذا جمدت يرجع إليها اسم الأرض. فلو كان عندنا قرطاس لا نعلم، نجهل ماذا؟ نجهل أصله المتخذ منه، عند ذلك لن نستطيع ماذا؟ لن نستطيع أن نجوز السجود عليه. لماذا؟ لأنه جواز السجود رهين بماذا؟ رهين بحصول الشر. فما لم نعلم ماهية المادة المتخذة منه، ماذا سنقول؟ الشرط غير متحقق، الأصل عدم الشرط، أصل عدم تحقق الشرط. يقول يعني هذا يبين اللازم الباطل بالنسبة إلى هذا
بالنسبة إلى هذا القول. قال: ولو شك في جنس المتخذ منه كما هو الأغلب لم يصح السجود عليه للشك في حصول شرط الصحة، وكان اللازم أن ماذا؟ أن يتخذ النص حاكما في القضية وكفى، دون الحاجة إلى ماذا؟ إلى هذا التعمل الطويل الزائد بأنه ماذا يتخذ من كذا ولا يتخذ من كذا. وبهذا ينسد باب السجود عليه غالبا. لماذا؟ لأن أغلب القراطيس التي تأتينا لا ندري من أي شيء صنعت، هي قراطيس من أي شيء مصنوعة لا ندري. فلو كان مجوز السجود على هذه القراطيس هو رجوع اسم الأرض على النور بعد انجمادها أو ما شاكل ذلك، فإنه علينا أن نحقق ماذا؟ أن نحقق هذا الشرط، لأنه المشروط عدم عند عدم شرطه، أو المشروط عدو عند عدم شرطه. بالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة لن يستطيع إنسان أن يزد على أكثر القراطيس، لأنه يجهل ماذا؟ لأنه يجهل أصلها. ولذلك قال: وبهذا ينسد باب السجود عليه غالبا وهو غير مسموع. هذا من الذي قال بهذا القول؟ يعني يحتاج الكلام ماذا؟ إلى وجاهة حتى يسمع. الكلام الذي يؤدي إلى عدم تجويد السجود على أغلب ما يتخذ قرطاسا، هذا كلام لا يوجد من يستمع له، خصوصا ماذا؟ خصوصا وأن في قباله نص قال بأنه يجوز السجود على القراطيس والكواغذ، دون أن يفصل بهذا التفصيل الذي جعل فيه شرط وما شابه له، دون أن يفصل في ذلك. خصوصا ويضاف إلى ذلك ماذا؟ عمل الأصحاب بهذه النصوص. هذا عمل الأصحاب بهذه النصوص، كأنه ماذا؟ كأنه هذا العمل لهذه النصوص أتى دليل ماذا؟ دليل لهذه القضية، كما يضاف إلى الدليل الآخر. فلا داعي إلى اتخاذ هذا المنهج المتشدد في أن القرطاس الذي يجوز السجود عليه هو خصوص القرطاس المتخذ مثلا من ماذا؟ من القنب فقط، لأن القرطاس يبقى في النفس ماذا؟ شيء. وحتى هذا الذي جعله شرطا وهو أن يكون القرطاس متخذا من القنب دون غيره من المواد، هذا أيضا قرد عليه ما قاله الشارع، باعتبار أن هذا القرطاس باعتبار أن هذه المادة مما اعتاد بعض الناس لبسها في بعض البلدان، كما وقد اعترف بذلك المصنف في كتابه الذكرى. وعلى هذا إذا كانت هناك مادة معتادة اللبس في مكان وغير معتادة اللبس في مكان آخر، فأين تدرج؟ تدرج في عموم التحريم، كما أشار ذلك. فالأقوى ماذا؟ فالأقوى عموم التحريم، كما قال في العبارة التي سبقت أو فيما تقدم عندما أشار ماذا؟ أشار إلى أنه ولو اعتيد أحدهما في بعض البلدان دون بعض فالأقوى عموم التحريم. نعم، لا يضر بذلك لو كان الأمر نادرا، والفرض حسب هذه القضية ليس أنه نادر، بل ماذا؟ بل هو معتاد، يلبس في بعض الأماكن ولا يلبس في أماكن يعني أخرى. ثم قال: ويكره السجود على المكتوب. هكذا انتقل. حتى هنا النصوص أشرنا إلى أنه بعض النصوص أشارت إلى جواز السجود، بعض النصوص أشارت ماذا؟ إلى عدم جواز ذلك. فجمعا لعله بين هذه النصوص أنه يكره السجود على المكتوب منه مع ملاقاة الجبهة لما يقع عليه اسم السجود خاليا من الكتابة، حتى يصح ذلك. هكذا يقول: هذا شرط عند البعض، والبعض الآخر لم يعتبر ذلك، لم يشترط ذلك. ما دام النص ورد في أنه القراطيس التي كتب فيها كالقراطيس التي لم يكتب فيها، فلا داعي لماذا؟ لوضع شرط ماذا؟ لوضع شرط مقترح.
بناء على كون المداد عرضا، يعني مادة لا تكون ماذا؟ لا تكون عازلتان عرضا، يعني شيء ماذا؟ شيء لا يكون عازلا، لا يحول بين الجبهة وجوهر القرطاس، وضعفه ظاهر. كيف ضعفه ظاهر؟ باعتبار أنه من الممكن ماذا؟ من الممكن أن يكون الحبر المتخذ في الكتابة يمكن ماذا؟ يمكن أن يحقق جرما جسما ويعزي. الشارح ماذا؟ الشارح إذن مع ماذا؟ الشارح إذن مع ملاقات الجبهة لما يقع عليه اسم السجود خاليا من الكتابة. إذن هو إيش شرط ماذا؟ في جواز السجود على القرطاس الذي كتب عليه أن يكون ماذا؟ أن يكون المحل الذي يصدق عليه السجود هذا المحل خاليا من الكتاب، والذي جعل والذي عفوا أجاز السجود على القرطاس المكتوب دون هذا الشرط بناء على كون المداد يعني والحبر، المداد يعني إشارة إلى الحبر، بناء على كون الحبر عرضا لا يحول بين الجبهة وجوهر القرطاس، الشارح يقول هذا الكلام ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأنه من الممكن أن يكون ماذا؟ من الممكن أن يكون الحبر جرما كما يحصل الآن، لعله الآن لو الإنسان كتب هذا أيضا عرض. هل يمكن؟ نعم يمكن، يمكن أن يتخذ الحبر عرضا. بعد كل بحسب هذه بعد مادة، يعني كما يقال هذه قضية، يعني هذا موضوع خارجي. لا يمكن القول بأن المداد لا يمكن أن يكون لأنه عرض، لا يمكن، بل من الممكن أن يكون، فجعل ذلك شرطا ماذا؟ أمر كما يرى الشارح أمر يعني لازم. إن شاء الله الحديث يأتي في الباب الخامس وهو طهارة البدن من الحدث والخبث، والذي بعده وهو ترك الكلام إن شاء الله يأتي في اللقاء القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته. سمعت الشيخ بالنسبة للقرطاس يعني راح يكون الورق نعم الورق بشكل عام، القرطاس ما دام ثمان مرات لكن الوقت ما كان